سلام، كيفاش دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله برنامجكم بصحه وراحه. غادي نمشيو لواحد الماكله اللي كتجي بنينه بزاف وكتجي شهيه بزاف ولذيذه بزاف. هنروح للحم ديال الماعز او اللحم المعزي كيف ما كنقولوا حنا في المغرب. النهارده هنقدم ان شاء الله طاجين اللحم المعزي اللي هو لحم الماعز سوسي من مدينه سوس، وهنقدم كمان معايا الخبز ديال الدار باش المراه او لا اي ست مستعجله عايزه تعمل عيش بسرعه في البيت تعمله في نص ساعه. خليكم معانا، نمشيو فاصل ونرجعوا ليكم. ورجعنا لكم من الفاصل مع طاجين المعزي السوسي. النهارده هنعمل طاجين مختلف تماما، مش باللحمه العاديه ومش بالفراخ مش بالسمك، باللحم الماعز او اللي هي النيفه اللي بنسميها هنا في مصر النيفه. عايزه اقول لكم تبقى طعمها حلو جدا. اول حاجه هنحتاج فيه لحمه، بصل، شرايح، طماطم تكون مسلوقه نص سلقه ومن غير قشر، وكزبره وبقدونس مفروم ناعم، قرفه، كمون، فلفل بابريكا وملح وفلفل اسود وزيت زيتون. طبعا انا هنا محميه الطاسه بتاعتي. خلينا نعمل اول خطوه. طبعا زي ما انتم شايفين انا بسخن طاسه وبعد كده اشيلها من على النار واقوم حاطه عليها زيت الزيتون بتاعي عشان ما يتحرقش مني. لو عايزينه، لو قلقانين انه ممكن يتحرق مننا او الطاسه بتاعتنا سخنت كتير، فهنحط عليها ايه، هنقوم واخدين، خليني انزل البصل ده، هنقوم واخدين عليها هنشعرها بشويه زيت عاديه اللي هي الزيت النباتي العادي. فكده احنا ضمننا انه الموضوع ما يبقاش معانا في خطوره خالص. طيب اهم حاجه زي ما قلت لكم ما نخليش زيت الزيتون ينزل دخنه ولا اي حاجه، يطلع دخنه سوري، فهيبقى معاكم صحي جدا وحلو جدا وسليم جدا انكم تاكلوه. انا بقدم لكم في الحله بس هو المفروض يتقدم في الطاجين. نعمل الخطوات دي، في اللي بيعملها على البارد في اللي بيعملها على السخن. انا هعملها النهارده على البارد. هاخد اللحمه بتاعتي، لحمه الماعز من اي حته انتم عايزين. احنا عارفين لحم الماعز مفيد جدا، مفيد لحاجات كتيره جدا بالنسبه للستات، بيعمل ضوافر، الشعر، حاجات كتيره جدا مفيد لينا في حاجات كتير. وكمان الناس او الشباب اللي بيحبوا الجيم والعضلات والبادي بيلدينج يعني، فالموضوع بيبقى بالنسبة لهم حلو جدا وبيساعد على نمو العضلات والأنسجة، فيعني لا مفيد. بصوا مفيد من كل حاجة، نسبة الكوليسترول، نسبة الدهون فيه قليلة جدا مش زي باقي اللحوم. بس أهم حاجة لما نيجي ناكله ما نكترش، يعني ما نأفورش. الاعتدال حلو زي ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الوسط في كل حاجة حلو. طيب هاخد عليه الكزبره والبقدونس، بصوا بيبقى كتير مش صغير، مش شويه يعني، مش حبه قليلين. ونقوم عاملين الملح، توابله بسيطه جدا، ملح، فلفل اسود، فلفل بابريكا، كمون وقرفه بس. طاجين بطريقه سوسيه بيبقى هايل 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 هايل. بنتبلهم على طول، وزي ما انتم شايفين انا ما بقعدش اقلب في الحله بتاعتي غير لما اخلص التوابل بتاعتي كلها. القرفه في ناس ما بتستصغهاش، تشيلها لو انتم مش عايزين قرفه شيلوها عادي، بس هي القرفه او الطاجين السوسي بنعمله بالقرفه. لحم المعيز عامه بنعمله بالقرفه بيبقى حلو جدا، ليه كذا طريقه وكذا شكل، بس النهارده انا اخترت اقدم لكم الطريقه دي بتبقى حلوه. زي ما قلت لكم المفروض اعمله لكم في الطاجين، بس انا بطبخه معاكم حتى لو يعني هنا في مصر احنا عارفين الطواجن المغربي مش موجوده كتير، فبوريه لكم وهنقدمه في طاجين في الاخر وهتشوفوه عامل ازاي. بقدمه لكم في الحله عشان ما عندناش طاجين في البيت، يبقى هنتصرف هنعمله في الحله عادي. هنقلب تقليبه حلوه جدا واسيبه بقى يقعد يتشوح مع نفسه. طيب احنا اخر حاجه سبناها مطيشه او
طماطم. خلاص هقول لكم مطيشه بعد كده، انتم حفظتوها بالمغربيه مطيشه. خلينا مطيشه هي اخر حاجه، وخلي الطاجين ديالي او الحله بتاعتي تتشوح. حطيت فيها البصل، حطيت فيها اللحمه، حطيت فيها الكزبره والبقدونس، حطينا الملح، الفلفل، فلفل بابريكا، كمون، والقرفه، والفلفل الاسود طبعا. طيب خلينا نخلي الحاجات دي تتشوح ونروح للخبز ديال الدار. الخبز ديال الدار عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق أبيض منخول، لبن، زيت، سكر، مية زهر اختياري، مية زهر مش إجباري، ملح، وخميرة جافة، وبيضة، وطبعا حبة البركة، سمسم، زعتر، أي حاجة أنتوا عايزين تعملوها أو تستعملوها ممكن نعملها عادي براحتكم زي ما أنتوا عايزين. هنا أنا أول حاجة أنا رحت هنا، طبعا أنا سبت الحلة بتاعتي تشوح وجيت عشان أعمل ده، عشان ده فيه خطوتين أو مرحلتين. أول حاجة بناخدها بناخد الخميرة، سوري كنت هاخد الملح، الخميرة والسكر واللبن. اللبن يبقى معاكم دافي مش سخن، دافي. نشيل أخليهم 15 دقيقة، يعني أنا هحطهم وهحركهم مع بعض مدة 15 دقيقة لا أقل ولا أكتر، لحد ما أتأكد إنه إيه، انه الحبيبات بتاعتي دي راحت، واسيبهم يتخمروا. ليه بنقول اللبن دافي؟ عشان يتخمر وبتبقى نتيجته سريعه جدا. احنا عارفين اللبن بيتفاعل مع الخميره، فالموضوع هيبقى بسيط معاكم. العيش ده ضامن ربنا سبحانه وتعالى، بس لو عملتوه انا بضمن لكم 100% انه هيطلع عيش حلو جدا، طعمه حلو جدا، التست بتاعه حلو جدا، هيطلع زي ما انتم شايفينه اهو قدامكم، مش معجن، مش متقص، يعني بيبقى حلو جدا 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 جدا، فلازم تعملوه وتجربوه. احنا حطينا الخميره، حطينا اللبن والخميره والسكر يتشوحوا، ودلوقتي سوري مش يتشوحوا، حطيناهم يخمروا او مده 15 دقيقه، يعني هناخد الساعه بتاعتنا ونشوف 15 مينيت، 15 دقيقه بالتمام والكمال، وهوريكم هنعمل فيهم ايه. اكون انا شوحت اللحمه بتاعتي. بصوا بقى في الطاجين بنعمل ايه، بناخد معاها نص كوبايه ميه او كوبايه ميه صغيره جدا ونحطها عليه وخلاص. انا هنا هاخد كوبايه ونص، مقدار كوبايه ونص كوبايه الشاي، وبس كده هكتفي بيها واقفل عليها واخليها تستوي مده 50 دقيقه ل 60 دقيقه الماكسيموم، على حسب النار تبقى متوسطه، مش هاديه قوي ومش عاليه قوي، متوسطه بس مايله لانها تبقى هاديه معايا. ده اهم حاجه. تاني حاجه، لو طبعا الطاجين المغربي يا حبذا يا ريت، هسيب بعد ما تستوي معايا اللحمه بتاعتي، بقوم جايبه الطماطم بتاعتي دي اللي انتم شايفينها. الطماطم دي طبعا مسلوقه نص سلقه، هاخدها وهقوم مقطعاها شرايح وهوريكم انا هعمل فيها ايه دلوقتي في طاسة. طيب زي ما انتم شايفين اهو، هسيبها وهسيبها تغلي. انا دايما في اللحمة بالذات معرفش ليه بحب احط المية ساقعة، بحبش احطها سخنة خالص، ما تسألونيش ليه. في ناس بتقولك لا ما ينفعش، بس لا انا بحب احطها ساقعة، بحس انها السقوعية بتاعتها بتخلي اللحمة تشد كده، تبقى ماسكة نفسها وما تتهريش مني، فلما تيجي على سواها في الاخر تبقى المربع ماسك نفسه في العظم، او لو كان يعني في زي الجلد داير بيه او لافف بيه يبقى ماسك نفسه كويس. معرفش ده احساس، معرفش صح ولا غلط، بس هو كده. طيب انا الخميره بتاعتي اهو بتاعت الخبز ديال الدار خليتها 15 دقيقه، هخليها 15 دقيقه. هوريكم المطيشه ديالتنا هنعملها ازاي دلوقتي. المطيشه بتاعتنا هناخد طاسه، هناخد الطماطم، خليني اشغل النار. كل اللي انا هعمله شويه زيت زيتون نقطه، وهشعرها بزيت عادي عشان ما تتحرقش مني زيت الزيتون، فتبقى كل الفايده اللي انا عاملاها فيها ملهاش اي داعي او ملهاش اي لازمه. ليه انا عملت الحركه دي دلوقتي؟ انا بعمل الحركه دي دلوقتي عشان احنا بنعمل الموضوع كله في حله، مش في طاجن، ففي الحله بيبقى الموضوع مختلف شويه. هاخدها هقطعها شرايح وهقوم حطها في الطاسه تدبل معايا، لان دي انا هحتاجها في التزيين
وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا لما نيجي نغمس في المغرب. بقالي كتير ما قلتلكوش احنا بنحب نغمس في المغرب، فهتبقى طعمها حلو جدا، بتدينا طعم رائع بصراحه مع الطاجين ومع الخلطه اللي احنا هنعملها. خليني عايزه اقطعها كده. لو الطاجين كنا هنرصه من اول مره وخلاص هيبقى الموضوع معانا تمام. هاخد واحده كمان وهكتفي بكده، بس طبعا عشان مش طاجين فالحله لو حطينا الطماطم هتدوب مننا ومش هيبقى لها اي لازمه، مش هنحس بيها غير اننا هتدي التيست بس مش هنبقى حاسين بطعمها كويس جدا. وناخد دي كمان بس كده. خليني اكتفي انا بالطماطم دي، هتبلها دلوقتي، اغسل ايدي بس واتبلها بالملح والفلفل واسيبها على النار. زي ما انتم شايفين هشغل عليها النار وهحط عليها فلفل. طبعا انا حاطه عليها فلفل بزياده لانه انا عامله حسابي انها هي لسه هتتهري، والطماطم احنا عارفين كلنا انها بتشرب. هاخد شويه ملح واقوم رش عليها من فوق بس عشان يبقى فيها الطعم بتاعنا. طيب هسيبها انا على النار. اوكي هتبتدي تدبل معايا وهستنى كمان ال 15 دقيقة تكون عدت، لانه يا دوب عدى منها 7 دقائق 8 دقائق. هنروح فاصل ونرجع تكون الطماطم بتاعتنا استوت، وطلع لكم برضو الطاجين اللي احنا عملناه ونشوف الخميرة بتاعتنا هنعمل فيها ايه عشان نعمل الخبز ديال الدار. فاصل ونرجعوا يلا. رجعنا لكم من الفاصل مع الطاجين المعزي السوسي او الطاجين الماعز الامازيغي. الامازيغي سوسي هي منطقه في المغرب طبعا. ورجعنا لكم مع خبز ديال الدار. الخبز ديال الدار زي ما انتم عارفين احنا حطينا الخميره واللبن والسكر مده 15 دقيقه واهو خليناها دلوقتي بقت جاهزه معانا. وفي نفس الوقت الطاجين بتاعي كان جهز وحطيته وقدمته لكم بالشكل ده. طيب قدمنا الطاجين بهذا الشكل، هذا بيبقى حلو جدا، لازم تجربوه، لازم تجربوا لحم الماعز، بيبقى حلو جدا، بيبقى صحي، مفيد للجسم، مفيد زي ما قلت لكم، فيه فيتامينز كتيره قوي، بيساعد على الناس اللي عندها فقر دم، كل في يعني بيعالج مشاكل صحيه كتير قوي. انا هرجع اقول لكم انا مش دكتوره، بس هو ليه فوائده كتيره جدا 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 جدا، واخف من اللحمه العاديه، بس برضو الاسراف منه مش صح، يعني نعمله في الحدود، ناخد الحاجه في الاعتدال او الحاجه الوسط زي ما احنا قلنا حلوه. طيب خلينا نرجع للخبز ديال الدار. بصوا بقى كل الستات اللي بتخاف انها تعمل عيش، اللي بتبقى قلقانه تقول العيش مش هيبقى ظابط معايا مش هيبقى حلو، لا اعملي الطريقه اللي انا بقول لك عليها بالمقادير بالظبط زي ما هتلاقيها عندك على الشاشه، هتلاقي العيش بيرفكت معاكي وكل الناس هتسالك عليه. هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه معاه دقيق ابيض زي ما قلنا، ملح، ميه زهر. الميه زهر اختياري، انا بحب اعملها لان انا بحبها في المعجنات عامه، سواء كان حلويات او عيش، ميه زهر بتديله نكهه حلوه قوي. زي ما قلنا ميه الزهر اختياري، زيت وبيضه، وهنا طبعا السكر والملح واللبن. حطيت انا هنا الحاجه سبتها يعني 15 دقيقة. هحط دلوقتي الملح، مية الزهر. مية الزهر اختياري، هرجع أقولها 100 مرة، يعني ما تحكموش نفسكم بمية الزهر، لا. خليني أحط، أوكي هاخد دي. هنا البيضة هعمل بيها إيه؟ سوري، البيضة هعمل بيها إيه؟ هاخد البياض في ناحية والصفار هسيبه عشان ادهن بيه الوش، يعني انا هشتغل بالابيض بس، بياض البيضه بس. لو عايزه تطلعي الكميه اللي انا بعملها دي هتطلع لك 2 رغيف حلوين زي اللي انا عاملاهم، هتطلع لك كميه حلوه يعني مش قليله. نضرب كل المكونات السايله مع بعضها بالشكل ده، وده مش محتاج حتى انك توسخي ايديكي في العيش ده خالص، سهل بسيط، مش هيخليكي تبهدلي الدنيا، مش هيخليكي تقلقي، فيعني ما عليكي غير انك تجربي وخلاص. هبتدي احط الدقيق بالراحه وانا بحرك، يعني بصوا اهم حاجه نقعد نحرك كويس جدا عشان ما يكلكعش معايا.
بس حتى لو كلكع يعني ما تقلقوش، هتضربوه كويس هتلاقيه معاكم حلو جدا. الميزه في ده ليه بنسميه خبز سايل؟ ده خبز البيت السايل لانه العجينه ما بتبقاش فيه ناشفه، ما بنشكلش عجينه، احنا بنعملها بالشكل ده، بتبقى سايله، تبقى اتقل من العجينه بتاعه الكيك بمراحل بسيطه. لما بنعمل الكيك العيش ده، سوري العيش ده، بنخليه مدة بسيطة يتخمر، يعني نحطه 30 دقيقة بتاعته يتخمر فيها في نفس البولة اللي احنا هنعملها فيها، أو سواء في البولة أو في القصرية. القصرية اللي هو الطبق المغربي بنسميه قصرية، اللي احنا بنعمل فيه العجينة بتاعتنا. نعملها، هزود الدقيق وهيبقى تمام، ونخليه يتخمر زي ما قلت لكم 30 دقيقة، 30 مينوت نخليه الخبز ديالنا يتخمر، وخلاص بيبقى عندنا العيش بتاعنا جاهز. بناخده بنبل ايدينا بشوية مية، ونقوم عاملين ايه؟ حاطينه في المون ديال الكيك اللي هي، او صينية. خليني انا عشان ايه اركز اعمله كويس، يعني بصوا العجينة بتاعته بتبقى عاملة ازاي، اهي هي دي العجينة. ممكن اللي عايز يعمله بايده بالشكل ده يعمله. احنا بنسيب اهم حاجة عندنا، خليني انزل العجينة دي، وهتبقى عندي عجينتي خلاص جاهزة. ما بنزلهاش في الصينية دلوقتي، يعني انا ما كنزلهاش في الصينية دابا. انا كل انا بعمله هسيبها بالشكل ده، هشيل منها بس ده كده، هسيبها بالشكل ده، هغطيها في، يعني هحطها تتخمر في درجة حرارة الأوضة، مش هحطها في حتة دافية قوي، في درجة حرارة الأوضة. أهم حاجة ما يبقاش عندنا تكييف. بالشكل ده بتبقى العجينة بتاعتنا، بنحطها بتتخمر معانا 30 دقيقة، ونقوم جايبينها. بلين ايدينا بشوية مية وحطينها في صينية، بنجيب صينية، طبعا أنا دي مش متخمرة عندي لسه، هتتخمر 30 دقيقة، ونجيبها نشيلها، بنلاقي الحجم اتضاعف معانا، ناخدها نحطها في صينية بشوية مية عشان ما تلزقش معانا. الصينية نكون دهنينها بشوية زبدة أو شوية زيت، ورشين عليها دقيق، أو نحط ورق زبدة. وحتى لو حطينا ورق زبدة لازم نرش عليه شوية زيت، أو ندهنه بشوية زيت كده على خفيف، خفيف جدا عشان ما يلزقش معايا. أكون مشغلة الفرن على 180 درجة، 180 كهرباء او غاز نشغله على 180. نحط العيش بتاعنا جوه الصينيه، نحاول نسويه بايدينا اللي هي مبلوله شويه ميه، نقطه بسيطه، يعني احنا هنبل الطرف كده بس، ونقوم عاملين العيش بتاعنا مسويينه. نسويه كويس، اول ما نحس انه تساوى، هو كده كده العجينه رخوه او مرخيه طريه، فهنلاقيها فكت معانا وساحت في الصينيه، ونقوم دهنينها بوش الوشها، نقوم دهنينه بصفار البيضه، وحاطين عليها هي حبة البركة، يا سمسم، يا نخليها سادة، يا نحط عليها كمون، يا نسون، اللي انتوا حبة حلاوة، أي حاجة انتوا تحبوها تعملوها عليه زي ما تحبوا. هيبقى عندكم خبز دار سائل بهالشكل هذا، كيف ما انتوا ما كتشوفوا. للأسف أنا الخميرة بتاعتي ما خليتهاش تخمر، يعني ما عملتش العجينة خليتها تتخمر. نتمنى يا رب اليوم تكون حلقة خفيفة عليكم. اليوم كيف ما كتشوفوا قدمنا الطاجين ديال اللحم ديال الماعز، سوسي طبعا، وقدمنا الخبز سائل ديال الدار. نتمنى يا رب تكون حلقة خفيفة عندكم، وبصحة والراحة. الحلقة جاية إن شاء الله. يلا باي باي.